بتون يا أستاذة؟ خير. عفواً بس لوين؟ صحيح، تعال تحاول. شرف، هي إذن زيارة. فطوم بطلب لك إياها على الشبك ولا لغرفة المحامين؟ على غرفة المحامين. تكرم عينك أستاذة، تفضلي لغرفة المحامين. شكراً. سكر الباب أحمد. ما قلتك وين تكون هلا؟ مين؟ الست هنا. قلت صوتك شو هاي؟ الست هنا. والله ما بعرف. بس يا رب لخيرك تيسر لوين ما بتروح ووين ما بتدير وشها يا رب. فتون. نعم. زيارة. مين بده يجي لعندي هلا؟ ليكونوا بدهم ياخدوا، لسه ما شبعت من شوفته. يا الله، طولي بالك طولي بالك، قومي شوفي مين. طب تركي انا بدير بالك. ديري بالك على ايه؟ وحكي فيه. أهلين فتون. عدي 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 هون. شو شلون العريس اليوم؟ الحمد لله منيح، تركته نايم عند البنات. شو فتون، نقلك مبروك؟ على شو يا ستي؟ بحسنة هالطفل الله كتب لك عمر جديد. شو قصدك؟ محكمة النقد خففت لك الحكم للمؤبد، يعني رح يحسبوا لك سجنك من مدة الحكم، لأنه المؤبد 22 سنة ويمكن يجي عفو. شو عم تحكي؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله. الله يوفقك يا رب. لك باركوا لي يا صبايا. أمي يا أمي، أنا رح أعيش ورح تكبر بحضني وقدام عيوني، رح تعرف إنه أمك بريئة وإنه أمك دافعت عن شرفها وترفع راسك فيها قدام كل خلق الله. مؤبد يا نصر، مؤبد. مبروك. عاد على قلبنا. مشان الله تسامحني،
سامحيني. ايه ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله الف مبروك يا محمود. بدك تفهمي يا علوان، علوان لازم إلا العلوان. إيه إيه روحي روحي بسرعة. نصرة تفضل يا أختي. إن شاء الله ألف مبروك يا علوان. الله يبارك فيك. تفضل يا أختي. يسلم. خذي هاي كمان بشكرك. ما بتنسى. تفضل يا هلا. تفضل يا أخت نسرين. وأنا كمان. إيه أنت على راسك. الله يسلم الإيدين. أمانة أمانة يا أخت نسرين تقري لنا موعد أسرع. لعيوني يعني نسرين. يا جماعة الخير ما أخذت حصتها تريد تزعلني. ها الكل يأخذ اليوم فرح. ها فرح اليوم نريد نأكل بسكوت وراحة ليوم الراحة والبسكوت. كل واحدة ثانية خذي مصرة خذي خذ واحدة خذ كلي كلي معلش خير واجد كلي. أحبك أحبك يا فتون أحبك من جوات قلبي. الهرج للجميع، أني أحب هذه مرتي وأني أحبها وأحب هذا الصغيرون، هذا غالي ولد الغالية. خذوا بطريقك هذول لرفقاتك خلونا ننبسطوا معك. تقلعيني يعني؟ لا يا علوان، طيب لابو البنات. يا الله أعرف أنا. إي بالله صحيح هذا الكلام صحيح. إذا لزمك أي شيء تناديني من غرفة الحرس ها؟ أنا جاهز. يلا تصبح على خير، تصبحون على خير. الله معك. يا شباب اليوم فرح امسك اكل يا زلمة اكل. ها لك يا بني ادم المي اذا اندلقت على الارض بتخفف شوية غبرة. بس انت وين عم تكب رواتبك؟ وين قصدك ها؟ هسا حليت اسنانك طول لسانك. بسكوت اكل بسكوت يلا سيدي. يلا فهمنا انه بطلوا يشنقوا لك اياها. بس ليش عم تشنق حالك بالحياة مالي فهمان؟ زلمة ليش محمل هالزيادة انت؟ بقول لك حرمتي يعني بيها شيء اذا كان فرحتها؟ ايه مبروك ابو الليل. الف مبروك على الحكم. هلا 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 والله انبسطت الله. الله يخليك. مبروك. الله يبارك فيك يا طيب. مو مثل ربيعك هذا اللي حكي كلام طالع نازل هزلي بدني. هذا كله لاني خايف عليك. هات لشوفه شو اخرته يا سيدي. عتقلي عتعيشوا بدبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات. يا ويلي يا ويلي لو صار هالشيء. لأعمل حفلة مطنطنة ما صارت بكل الديرة. هو أحسن شي بيساووا لك جناح عائلي بهالسجن. والله أنا أريد أركب لك جناح مشان تطير، لكن أربط هالجناح بحبلة، يوم تعلي تعلي أشد الحبلة يروح الجناح عنك وتسقط على بوزك، مشان تسكت ما تعود تحكي ولا كلمة طالع نازل. شبان ألوان روق. زلمة قل له خلي يسكت عاد ها، قل له خلي اسكت اسكت بهدلتنا. أخرسنا بس أنت عم تصرف عليها أكتر ما عم تصرف على حالك. اسمع يا زلمة ولا تبي واحد يبخل على حرمته حلاله إلا إذا كان كحتوت مثلك. الله يسامحك. أي الله يسامحني. هسا عفكونا من هالسيرة وقولوا لي وين بدي أنام أنا، عندك ولا عند هذا الجربان هذا؟ عندي بتنام عندي يا علوان ولو